الراعي الرسمي للبرنامج رجل الأعمال جزء بن عبيد الأبيض. هذا البرنامج برعاية شركة إتقان العقارية، رجل الأعمال خالد بن علي الثعلي، شركة أشجان نجد لتأجير السيارات، شركة ومصنع القصير السعودية المحدودة، مصنع شركة محمل المدينة للمياه المعبأة، شركة عبد الهادي بن شجاع للمقاولات، أسير الطبيعة للتجارة، شركة طايا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج استوديو المهرجان اللي يأتيكم مهرجان الملك عبد العزيز الإبل في موسمه الخامس. قبل ما نبدأ في عناوين حلقتنا لهذه الليلة، خلونا نرحب بضيفنا وضيفكم ملك الإبل مهنا المزروعي. أبو هاني حياك الله. أهلا وسهلا، أهلين أبو بدر، شرفتني على العرفة. الله يبيض وجهك. يا مرحبا بك. تسلم يا طول عمرك. هاني شرفتني اليوم في الاستديو. الله يسلمك، الشرف لنا، الله يحييك. بكرة دخول العرفة بإذن الله. مستعدة مثل كل سنة؟ مستعدة أطيب من كل سنة إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب مشاهدين الكرام، نشوف أنه وياكم عناوين حلقتنا لهذه الليلة ونرجع لكم. سلطانة الشعل تنتزع فردي الدق بعد استبعادها العام الماضي. دخول فئة الفردي جل الشقح والحمر بحضور فكتوريا. قناة عبدان تاريخ عريق في إنجازات. عريج يعود من جديد في مسابقة عشان ياقق. وقفة وفاء للراحلين. سعد بن عبيد آل بريك لم يمهله القدر. سابقة تويتر يومياً على حساب الساحة تي في وسناب شات. حياكم الله مشاهدينا من جديد، شفنا أنا وياكم عناوين حلقتنا لهذه الليلة. قبل ما نبدأ مع ضيفنا ملك الإبل مهنا المزروعي، اليوم فقدت المهرجانات وأهل الإبل أحد رموزها انحيان بن رفاعي العجمي، والعزاء موصول لأبناء علوش وأخوانه، كذلك العزاء لمالك الإبل ورجل الأعمال المطلق بن صقر الفطيماني في وفاة والدته، والعزاء موصول لإخوان مطلق السعود وصقر وجميع أخوانه. أبو هاني حياك الله من جديد. حياك الله أبقى، شرفتنا الله يحييك. تسلم يا طول عمرك. يا مرحبا والله ومسهلا. الله يسلم. وش استعدادات مهنا المزروع يا سلم؟ دائما مهنا يطلع لنا مفاجآت. طيب أول شيء يا طول عمر نحب نعزي، ذكرتنا وأنا كنت بتصل عليهم، نعزي أخوي علوش ابن انحيان وفاة والده الله يغفر له. احنا ما أدري نعزيها اليوم ولا نبارك له الفوز بعد. خذ الثاني اليوم. أخذ الثاني اليوم. ولكن لا اعتراض على أمر الله. صحيح. ونقول صحيح. الله يرحم المتوفي. نعم. وعزانا ومواساتنا لأسرته كاملة، ونعزي أخونا الفطيماني أبو صقر وفاة والدته. نعم. وأسرة الفطيماني، ونقول الله يرحمها ويتقبلها قبولا حسنا. الله يجزاك خير يا أبو. والحمد لله، هذه سنة الحياة، الحياة تبي تمشي على مساراتها. نعم. كلها ما في شك. نعم ما في شك. الفرح يمشي والحزن يمشي. والحمد لله. الله يحسن عزاهم جميع يا رب العالمين. حضور أبو هاني مهنا المزروعي كل سنة مفاجآت بمشتريات، وش مجهز مهنا السنة هذه؟ والله بكرة مشارك بالعرفة، وش مفاجأة لي مع العرفة بتجي؟ العرفة هي معروفة ولها إنجازات ما شاء الله. فردي الجل بكرة العرفة والفاخرة كلهن أسماء معروفات وموجودات. نعم. بالنسبة للفردي الجل كلهن الأولات الموجودات عندنا. العرفة السنة بإذن الله مستواها وجاهزيتها نقول إن شاء الله بإذن الله أنها منافسة. بإذن الله منافسة بقوة إن شاء الله. بإذن الله. والله المنافسة شرسة ترى في الجل بالذات، معكم الحاكمة عقايب
كذلك بالملحم داخل بعد فرديات ومهنا المزروعي ضغط عالي. كيف تشوف موقع، خلينا نتكلم عن العرفة مع هالفرديات؟ العرفة يا طويل العمر منافسة قوية، وإخواننا كلهم أهل حلال وأهل فرديات، وفطامة اللي عنده فطيماني كانت لي اسمها سراب، ايه بعد هذه منافسة قوية داخلة بكرة وداخلة بدون ضغط، ما عليها ضغط إعلامي ولا عليها ضغط، يعني الناس يحكون عن الفطيمة عن حنس ومهنة الحاكمة والعرفة، ولكن فطامة رقم صعب راح تكون في المنافسة، والحلال اللي قاعد يدخل كله حلال قوي، كل سنة في تطور الحمد لله. فرد الدق قاعد نتفاجأ بحلال قاعد كل سنة متطور عن السنة اللي قبلها. الزين جالس يشمل الزين ما يحتاج هاني. أنا السنة يا طويل العمر تأهل لي بكرتين، نعم، ولا حالك والحظ، ولا حالة من الحظ، تأهل ضمن العشر، وآخر شيء يعني متوقعين أنهن يعني يرقم أو واحدة من أن ترقم، ولكن من قوة الحلال الحلال القوي هو يسمل بعضه، لأن اللي قاعد يدخل نخبة النخبة صحيح، وزين الزين صح يعني. وحنا يا طويل العمر من هالمنبر نحب نشكر الشيخ فهد بن حثلين، يستاهل أبو سلمان، ونشكر سمو الأمير خالد بن سلمان بيض الله وجهه، يستاهل باسمي وباسم الملاك الإبل كامل، إن نقول له بيض الله وجهكم وجميع اللجان اللي معكم، نعم، على الشيء اللي والدعم اللي حاصل، والأمير عبد الله بن سعد بن جروي وبيض الله وجيههم، لأن قاعد نشوف السنة هذه يعني صراحة السنة هذه تطور في التحكيم وفي جميع الأمور ما شاء الله. السنة هذه أبو هاني بالذات خلينا نتكلم على الدق، حضر حلال طاغي صراحة للأمانة، فارط وفاجأ الناس يا أبو هاني. هذا ما شاء الله تبارك الرحمن من حرص الناس على الفحول المنتجة وتعبهم وروح وجي، وحضرت ما شاء الله فرديات قوية يا أبو هاني. يعني قبل يا طويل العمر راعى الإبل عنده بعيره وبعير إبله ومقتنع فيه وخلاص، نعم، ولكن مع السنين الأخيرة من أم رقيبة، بالسنين الأخيرة في أم رقيبة دخول السلالات وتمازج الدم ببعضه، صح صح، بدأ ينتج ما شاء الله كوارث ما شاء الله، وينتج فرديات صراحة يعني شف الدم الباتلي بالسنين الأخيرة خلف الموازين، عندك غرنوق العرفة بنت غرنوق ما شاء الله، وفطامة بنت غرنوق ما شاء الله، وبنات غرنوق هالحين وبنات ولد غرنوق هالحين بعد راح يكون فردي المفاريد وفردي الدق، هذين راح له المستقبل بعد. أبدع غرنوق ما بالشعل رقم واحد، ما في كلام أبدا ولا يعلى عليه. الله يمسي بالخير الأمير سلطان بن محمد أبو نايف، استاهل أبو نايف، راعي الحلال الطيب وزمول الطيبة، من أكبر المزارع المنتجة في العالم، نعم، جميع الألوان أتوقع أبو هاني. أبدا ما عنده، عنده ما شاء الله، وعلى دور أبوه الله يغفر له، وعلى دور أسرة كريمة، وحافظوا على الحلال وحافظوا على السلالات الطيبة ما شاء الله تبارك الرحمن. يعطيك العافية أبو هاني. مشاهدين الكرام، نذكر بسؤال حلقتنا لهذه الليلة، فقرة الراحلون، طبعا السؤال على الهواء، فقرة الراحلون الحلقة 9 تحدثت عن أحد الرموز، من هو؟ الحلقة 9 من فقرة الراحلون تحدثت عن أحد الرموز، من هو؟ من شروط المسابقة إضافة حساب شركة أشجان نجد الراعي الرسمي لهذه الشركة. مشاهدين الكرام، نروح أنا وياكم تقرير مسيرة فوز بدر بن داخل في دق لون الشعل، ونرجع لكم.
أبارك لنا ما شاء الله. الله يبارك فيك ويحييك. نهدي فوزك الله. نهديها أول ما هديها لأمي الله يطول عمرها يخليها لنا ويعافيها، وثاني ما هديها جميع الجماهير من جميع القبائل وهو يستاهلون، جميع راس طيب يعرف الزين نهديها ناموسها ويستاهل. لك مشاركة الله يحييك. صحيح، في مشاركة في دق الشعل يوم السبت الجاي إن شاء الله. شكرا جمهورك. وعدهم كل خير إن شاء الله، بشرهم بالخير. الراعي الرسمي للبرنامج رجل الأعمال جزء بن عبيد الأبيض. هذا البرنامج برعاية شركة إتقان العقارية، رجل الأعمال خالد بن علي الثعلي، شركة أشجان نجد لتأجير السيارات، شركة ومصنع القصير السعودية المحدودة، مصنع شركة محمل المدينة للمياه المعبأة، شركة عبد الهادي بن شجاع للمقاولات، أسير الطبيعة للتجارة، شركة ضايا. حياكم الله مشاهدينا من جديد. شفنا أنا وياكم مسيرة فوز بدر بن داخل العتيبي في فردي الدقلون الشعل، وألف ألف مبروك. كذلك نبارك للمركز الثاني، المركز الثاني أبو هاني علوش بن حيان، والمركز الثالث الخنفور، وألف مبروك لجميع المتسابقين. وكذلك نبارك في المشاركين في لون الدق الصفر، المركزين الأوائل دبوس الدبوس، كذلك تركي بن عميد وشبنان الدوسري. طبعا أمس أبو هاني كان معنا المحلل البرنامج حامد بن خصيوي، صارت بيني وبينه تحدي يعني فاخر البرنامج، هو محلل معي دائم هنا. قبل لا ينتهي البرنامج قال لي أبيك ترشح لي في الصفر الدق، من ترشح؟ قلت أنا بصير جريء وبرشح. رشحت أول ثلاث مراكز للدبوس، واليوم انا حول الحروه واقول انا اتحداك يا حامد في الترشيحات. ما شاء الله راعي نظر اجل. الله يقويك. من يقول كيف تشوف مستوى الفرديات الدق صفر وشعل يا ابو وانت مالك ابل وعارف يا ابو هاني؟ والله طول عمر الفرديات الدق اللي قاعد تجي من تعدى مفروده، وهي مفروده اللي فيها الجمال وفيها هذا فارضه نفسها يعني، وكل ما تطورت زاد حلاها وزاد جمالها. فالجمال من صغر، من خص في سلالات يعني تتطور على طول معروفه يعني، في يلقطونها وهي حواره. يا الله سبحان الله. فالزين زين. طيب المفاريد شاركت في شيء منها؟ لا السنه لا والله، بس ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله. طيب الجمل مشارك في شلفه ولي العهد. شلفه ولي العهد اللي هي الأربعين. الأربعين نعم. الأربعين كذلك فيها منافسه قويه جدا. شفنا البارح كان معنا حامد بن خصيوي وصرح على الهواء خبر حصري لنا مشتريات فلاح بن ملحم. نعم. وهو مشارك معكم اتوقع في نعم في منافس قوي. منافس قوي. ابو سلطان منافس قوي. نعم. وش حضر مهنا المزروع الى الأربعين؟ قلنا عندنا طول عمر انتاج ضفناه للأربعين، وعندنا مشتريات. الحمد لله. اي الحمد لله. كم مشترياتك السنه هذه؟ عددها؟ يعني الاعداد بين مشترى وبين انتاج ضفنا حوالي 12 يمكن. 12. اي نعم. ولكن الحلال اللي داخل قوي وشعلة ترى بالنسبة تختلف عن جميع الألوان. زين شعلة قليل صح، إنتاجيتها قليلة صح، ومحصورة عند رجال أعمال ومحصورة عند أهل منقيات. أهل منقيات ما حد يفكها. فالحلال اللي المنافس قوي قوي مرة يعني، بخص شعلة فيها شح في السوق. الشحت زمولها فحول المنتج الأشعلة يعني قليلة يا أبو قليلة أبو قليلة نعم، من اقل الالوان اللي هي شعلة بالانتاج. ليه؟ احنا موجوده يعني بدت الحين يا طول عمر تتطور شوي. تطور نعم. الحين بدت التطور، وصار الحين غرنوك الحين صار عياله موجوده عند بعض ملاك الابل. حلو. راح يصير له انتاج شامان. حلو. والله الثاني ما ادري وش اسمه عند عبد الله بن عويفي. نعم. وعند فيه باتلي بعد.
أنت تشعل. حلو. عند أخونا الجريسي. حلو. جراس. وفي عندنا بعير إن شاء الله اسمه الدولار بإذن الله. ما شاء الله. أنتج إن شاء الله. وش سلالته يا أبو؟ على المعنى بعير الأمير سلطان بن سعود. ما شاء الله، لا هذه سلالة قوية. أيه. وأمه من خيار البل موجودة عندي ماوية. ما شاء الله. أيه. ناقة فردية بعد ولكنها كبيرة شوي. طيب دم طاري في الشعل ما شاء الله تبارك الرحمن اللي أكثر فيها رجال أعمال. نعم. وكل يحرص على 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 أنه يشتري الفرديات. وعندك شيبان الله يطول عمارهم الاثنين، حنسب الخيل مطلقة الخيماني، كذلك وجودهم أعطى للون قوة وشح اللون من كثر ما وأنت كذلك معهم يا أبو هاني. نعم. يعني ما تخليت وش على ما شاء الله الفردية تجلس لا في السوق ولا عند رعيها. صحيح. أي. أشعلت العمر وما زالت ما أخذت حقها صراحة. يعني شف عندك الألوان الثانية دخلوا عليها رجال أعمال من برا سوق البل. نعم. يعني دخلوا مبالغ كبيرة. حركوا سوقها، عندك الصفر وعندك الوضح وعندك الشقح. حلو. أشعلها ما زالت ملاكها نفسهم. أيه. ما دخل علينا جديد بالسنين الأخيرة، الأربع سنوات الخمس سنوات الأخيرة ما دخل علينا من رجال أعمال الجدد يعني اللي كون. أيه. أبد. وأسس. ما فيه إلا إحنا الأولين. أيه. يعني أفطيماني حنس هذول الخنفور. الأسماء من شوية هو الرويس داخل جديد الشيخ إبراهيم الرويس يشتري ويركض أبو فيصل ليل نهار. ليل نهار. وهذا بإذن الله له مستقبل أبو فيصل. أيه. رجل يشتري. طيب سمعنا جتك سومات على العرفة وعلى البكار الثانية. صحيح. من أحد الأسامي اللي حنا قلناها. صحيح. صحيح. أبو هاني. نعم. ومبالغ عالية. صحيح. ليش ما استغلها مهنة ومهنة رجل الأعمال؟ أنت تعرف حنا يا طويل العمر في أحيانا تملكنا عادات وأعراف للقبيلة واسم القبيلة. صح. وحمية. صح. القبيلة العرفة ما هي بلك لحالك. ما هي بلي. أول شيء كقبيلة أسبعة. أي نعم. هذه مثل ما تقول حمية للقبيلة اسمها ما شاء الله يستاهل. ولعنزة كلها. أي. فأنا قبل بكل أمانة. أي. قبل تسريح أبو فارس. أي. كنت أتوقع مثلا لو يجيني مبلغ أو أني بصدع نلبل أقدر أبيعها. صح. لأنها سلعة. صح. تجارة وتقدر تبيع وتستثمر وتدخل. صح. في مجال ثاني. صح. صح. ولكن بعد ردة الفعل عرفت أن خطوط حمر يعني مستحيل أقدر أقربها. لأنها صارت من جد يا أبو بدر من هاللحظة ذي ومن كلام أبو فارس الله يطول عمره صرت ما عاد أملكها جد يعني. يعني ممكن لو مهما دفع فيها من مبالغ. أي. صارت ملك المحبين والجمهور والقبيله. هذا من طيبك يا ابو هاني اللي الواحد يقدر اسمها ويقدر قبيلته ويقدر محبينها وجماهيرها. صحيح. المبالغ اللي وصلت لها العرفه. المبالغ يا طويل العمر السومات الصحيحه. ايه؟ اللي ما هي. نعم. سومه يعني ما ايه سومة. سيمت ب 10 مليون. 10 مليون. سيمت ب 7 مليون قبل العام. ايه؟ العام سيمت ب 10 مليون. ابو فارس قال حط المبلغ اللي تبيه، طبعا هو عارف سومتها. أي. يعني ما راح يقلد على سومة. صحيح. أكيد إنه بيزود. أكيد بيزود. عاد كم؟ طبعا إحنا ما راح نكون جشعين. أي. مثل راح نطلب خيال ولا كذا. ولكن مهما زاد الرقم أو نقص الفكرة اللي صار الفكرة مهي موجودة. صح. ما كلام ما له معنى. نعم. صح. ما له معنى. طيب الكار اللي بعدها أبو هاني. نعم. جعلها سومات الفاخرة. نعم الفاخرة وسبعة من البكار صار عليها سوم إلى قبل ساعة. إلى قبل ساعة. من هم من أهبوا؟ ما لا ولا بتحفظ لأن برضه أنا مقفل عملية يعني فكرة البيع قلت والله أنا مشارك. أيه. والآن يعني تقريبا الفكرة ما عندي فكرة بيع مرة. إن شاء الله أنك تشارك بها. متقاوي عندي بعد المغرب يعني قريب. قريب قريب. والله بعد المغرب. والله الله يبارك لك فيها. إن شاء الله وإن شاء الله أنك تأخذ مركز الأولى يا أبو. الله يسلمك. اللي يرخص الريال واللي يجيه مبالغ زي هذه يا أبو هاني ولا يبيع هذا محب للأمانة. صحيح. صحيح. طيب. مشاهدين الكرام في فقرة إنجازات عن مالك الإبل ندى بن عشوان خلونا نشوفها أنا وياكم ونرجع لكم. هذه الفقرة برعاية رجل الأعمال خالد بن علي الثعلي. ندى بن عشوان
عندما يرتبط التاريخ بحاضر مجيد لا بد أن يكون اسم ندى بن عشوان من أوائل هؤلاء، ويعتبر من أوائل من اهتم بالسلالات وطورها حتى تصدرت منجيته الميادين. كانت السلالة التي يمتلكها ابن عشوان مطمع لعشاق لون الصفر وماركة لها قيمتها. صال وجال في ميادينها وتصدرت بنات علدان المراكز الأولى لعدة سنوات. ومن أهم إنجازاته نخبة الصفر بمهرجان أم رقيبة للعام 1426 للهجرة، المركز الأول في الصفر فئة 100 بمهرجان أم رقيبة للعام 1428 للهجرة. نخبة الصفر بمهرجان أم رقيبة للعام 1429 للهجرة. نخبة الصفر بمهرجان أم رقيبة للعام 1432 للهجرة. المركز الأول في الصفر فئة 100 بمهرجان أم رقيبة للعام 1434 للهجرة. هذه صفرة بن عشوان راعى الوفا والجود من واسمها المعروف تعرف سلايلها. هذه صفرة بن عشوان راعى الوفا والجود. غاب عن ميادين المنافسة وما زال محبيه وجمهوره بانتظار عودته يرددون إنها استراحة محارب. حياكم الله مشاهدينا من جديد، شفنا أنا وياكم فقرة إنجازات عن مالك الإبن ندى بن عشوان، والكل يعرف ندى بن عشوان ويعرف إبله وإنجازاته، وللأمانة كان حضوره غير في الإنجازات في 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 المهرجانات، والسنة هذه شفنا حضور ابنه أحمد بن ندى في الفحل وإنتاجه. أبو هاني شفنا إنجازات ندى بن عشوان، ايش رايك ايش ذكرتك فيه ايام مرقيبه والمهرجان القديم؟ والله شف عندك دبيان وعندك ابن عشوان وعندك هذه من الاسماء اللي لها بصمه صحيح بتطور البل وبلون الصفر وبمرقيبه، ومسي عليها ما ادري عاد ولده الكبير احمد ولا نعم. ابو احمد وعلى احمد ابو عبد العزيز، هذولا يعني بالصفر رقم صعب بالضبط، وانتاجهم ما شاء الله عندهم سلمان الصفر، انا شريت منهم بكره ما شاء الله قبل سنتين وعلى نهشعله، مرت عليهم وهم اهل النظر وهم اهل الانتاج يا سبحان الله، وراحت المن الراعي النظر الثاني وراعي الصفر فهد غازي ما شاء الله، واخذتها من فهد غازي على نهشعله يوم جت عندنا في المراح وقعدت لها يمكن 6 شهور وتقلب صفره سبحان الله. ايه فبعتها الرجل الأعمال والمشارك بقوة وراعي المنقية اللي إن شاء الله رقم صعب بعد زايد العاصي ما شاء الله يستاهل أبو صالح اسمها استاهل. نوفة وبإذن الله يمكن داخل فيها فردي الجلة السنة ما شاء الله. هذه بعد لهم فضل يعني فضل شخصي يعني علي أنا طيب. تباركنا بحلالهم ما شاء الله تبارك. طيب أبو هاني أنت قلت لي تحت الهواء أنك بداياتك أنك يوم سألتني أنت لحقت على مهرجان المرقى، قلت نعم لحقت سنتين، وسألتك تقول لا بداياتي كانت سببها مهرجان الملك عبد العزيز في مرقيبة، إيش القصة؟ القصة طول عمر كان فهد أبو فهد هزاع الروسان عنده مناسبة المشاركة، ورحت أنا معي هاني الله يرحمه الله يرحمه إن شاء الله محمد فتمشينا
ومشينا وهاني الله يرحمه يصور. طيب مشاهدينا يا صلاح، نشوف تقرير أو سؤالنا اليوم، حلقتنا اليوم العشاء، الراحلون الحلقة التاسعة، ولا عشان ياقك صلاح؟ طيب خلونا نشوف عشان ياقك ونرجع لكم مشاهدين الكرام. هذه الفقرة برعاية شركة طايا. عشان ياقك؟ ها الرجال عشان من يبي ناقص علف؟ لا تفكر، لا تفكر، ها تعال 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 هنا يلا خلاص. ليش بعام 1439 من خذا الف حلو انتاجه حمر؟ حمر خذا محمد محمد الراجحي الراجحي. والله اللي افلست من عشان وفق الله. بعطيك سؤال، عام 1439 الف حلو انتاجه برهان. فكر يا اللي طلع وقت يا الحبيب حله ما عندي وهجه مره ما تقدر على علف نياقك مره برحم ما اقله صدق. دقيقه بكلمك عندي عريج خليني اصور معه وكلمك. بعطيك سؤال تحله وعلى فبلك من شركه طايا لك ميزاني قريب. طيب هذا تفضل. من اول من خذا في الف حلو انتاجه حمر السنه دي ولا عام 39؟ بالرفعان. مهدل مهدل يعني ميسر على اللوري. هذا اللي يستاهل تستاهل ياك حمر مالك جود. بعطيك طال عمرك السؤال وتحله. مورس مورس الناي اللي مورس اللي في رجلها رجلها بايش في وركة والد مورس ولا ها صبا يعني من كسرة ولا في رجل من ولا فوق؟ لا لا من فوق. ها من فوق الوروك يعني من الوروك. نعم يضرب وجهك عشان يعاقك وعلى اللوري. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ما زلنا متواصلين معكم في برنامجكم برنامج استديو المهرجان، وضيفنا اليوم مالك الإبل مهن المزروعي. أبو هاني، نزول المية إلى 80 وارتفاع 30 إلى 40 و60، أنت كنت تشارك في الثلثي شلفه ولي العهد أبو هاني، هذه من صالحكم الأشياء اللي سووها النادي ولا ضرتكم أنتم؟ طبعا في فرق 10 والعشر أكيد أنها بتفرق يا أبو هاني ولا لا؟ صحيح. شف النادي الحين له 5 سنوات، فالعمر الزمني يعتبر قصير للمنجز اللي قاعد نشوفه على الواقع. ما شاء الله تبارك الله. أنت لجيت الحين للصياحة تشوف المدينة العملاقة المتكاملة الكبيرة العريضة، تشوف الخدمات، تشوف رجال الأمن، رجال الزراعة ورجال الأعلام واللجان، يعني صراحة شيء يعتبر منجز عظيم للنادي، يجير للنادي. مدينة في الصحراء دي يا أبو هاني. مدينة في الصحراء. نعم. وموقع أهنيهم على الموقع، موقع استراتيجي. يعني الحين يجون ناس يتعللون هنا في الصياد يروحون للرياض، واللي يبي القصيم واللي يبي الصمان. نعم. وحفر الباطن. فالموقع ما شاء الله عليه، والتوقيت اللي كنا نطالب فيه من السنة الأولى لله الحمد حصل، اللي هو من 1/12 ميلادي، توقيت مناسب للمشاركين اللي يبغى بعد المشاركة اضراب واللي بالربيع. نعم. واللي بي فبيض الله وجيههم، ما قصروا، التطوير مستمر. والفئات هذه خدمت الكل، يعني 30
أنه يطلع للأربعين عشر ما هي صعبة عليه. صحيح. والخمسين للستين بعد ما هي صعبة عليه. وراعي الستين هالحين اللي هو سيف الملك اللي طلع للثمانين ما هي بصعبة. المسافة قريبة. نعم. ولكن عشرين, عشرين. قبل الخمسين خمسين صعبة. يعني صعبة كبيرة مرة. طيب تحديد المهرجان يا أبو هاني توقيته ريحكم أنتم أهل الإبل جدا خلاص تصير تشتري وعارف أنت التوقيت عارف التوقيت لأن هذا مهرجان دولي وعالمي. صحيح. لازم يكون تاريخه ثابت ليش علشان تعرف ترتب نفسك إن بغيت تضرب إن بغيت المتشارك إن بغيت تشد إن بغيت كذا تعرف ترتيب التوقيت فالتوقيت هذا كون التاريخ ثابت سنوي ممتاز جدا جدا لجميع ملاك الحلال. طيب أبو هاني ما حسبت حساب أنك تشارك في كأس النادي اللي هو العشري بإذن الله هذه بعد دعم السنة ومكرمة من النادي أن اسمحوا لك يا طول عمر تدخل بالبعير وإنتاجه صحيح وتدخل في الإنتاج وتدخل بشلفة ولي العهد وسيف الملك صحيح وبالنخبة وبالبيرق فهذا يعتبر إنجاز السنة يضاف للنادي صحيح ايه طيب نشوف أبو هاني مشارك فيه بإذن الله بإذن الله الفحل وإنتاجه صار الفحل وإنتاجه وصار عندنا يا طول عمر الإنتاج بما أنه ما يكون على حساب مشاركة ثانية وبالنسبة للبل يا طويل العمر أن سألتني سؤال قبل على الهواية إيه؟ الهواية جميع إنسان يشارك في الصياهد هالحين ويمشي مع المسيرة خلاص لا بد اللي يكون عنده طموح خلاص يا أبو هاني ويفكر صح صح وبعدين هالحين بالنسبة للبل البل صارت استثمار نعم يعني أنا أدعو رجال الأعمال يعني هالحين يعني بكره هالحين ممكن تنزلها اليوم تبيعها مليونين وبثلاث وبخمس ملايين في الوقت نفسه لو عندك عمارة أو أرض تجارية ممكن تقعد معك شهرين أو ست شهور ما تقدر تبيعها سبحان الله صار العكس العكس ايه فصارت استثمار وفي ناس الحين ما شاء الله يعني صاروا الحين يعني نموا رؤوس أموال من وراء التجارة صحيح ولكن صحيح احنا صحيح عندنا بس حاجة واحدة اللي هي لازم احنا كملاك إبل وكنادي وكجميع يعني اللي يهم نجاح المهرجان لأن المهرجان هذا رؤوس أموال بالمليارات ما في شك نعم يعني أقل مالك الحين يملك له إبل بخمسين وبستين مليون وبعضهم إبلهم تصل إلى 300-400 نعم وأكثر ما في شك نعم فاحنا لازم نحارب عملية العبث وعملية الغش وعملية التدليس صحيح لازم تكون في مصداقية وفي شفافية أنا عندي بكرة الحين يا أبو بدر وجيت أنت سمتها مني أنا شاريها بمئة ألف وأقول لك يا أبو بدر أنا لو أعطيتني مليون ما بعتها أفضل من أقول لك سامها فلان بخمسمية ولا ستمية وهي ما هي وهي ما السومة تكون من إنسان ما يملك شيء ولا هو مشتري صح ولا عنده شيء ولا عنده شيء نعم ولكن هذه يعني تعتبر تطفيف نعم تعتبر تطفيف نعم نعم بخس للسلعة نعم ولكن حنا يفترض أن نكون يد واحدة نحمي حلالنا ونحمي والدولة مهم قصرة بشيء لله الحمد قائمة على جميع الخدمات ولكن حنا كملاك إبل وكنادي لازم نتكاتف أن نحارب هالظاهرة بكل والسنة هذه لله الحمد نتائجها كانت ملموسة جدا السنة هذه النسبة انخفضت كثير أبو هاني وهذه الوعي أول شيء له دور الشيء الثاني الأجهزة المتطورة اللي قامت تكشف العبث وحدت من هالموضوع مهنا المزروعي تضرر من هذا الشيء شرى مشتريات وصارت عكسية أنا يا طويل العمر شريت مشترى يعني قبل سنين ولا شاركت فيه للأسف يعني جيت البكرة قبل الدخول بأربع أيام وشريتها بمبلغ كبير وضع البكرة يوم جيتها بوضع وبحال فردية عرض فردية ولكن حملناها اليوم الثاني وأخذت ثلاث أيام بالعزبة قبل المشاركة شفنا مستواها حسبي الله وحملناها رسلناها للشمال ابنها كانت الربيع اللي قبل سنتين نعم من وصلت وهي على نزول يعني حتى نزول جسمها وهذا سبحان الله على نزول وبدأت تطلع فيها أمراض لا حول الله هذه من الأشياء اللي مبينها والهرمونات صحيح ولكن أنا أوجه رسالة طول عمر رئيس النادي ولا الجميع القائمين على النادي عملية الغرامة هذه والتشهير المئة ألف وتشهير وروح بدل هالبكرة أنا أحس أنها مي كافية ما هي صارمة مي كافية أيه أنا اقتراحي وجهة نظري هالبكرة المعبوث فيها ومقشوش فيها ولا ملعوب فيها هذه تصادر نعم
تصادر نعم. ويقام عليها مزاد. إيه سلام عليك. ومردود يكون للنادي للعمل خيري أعلاف دعم توظف أي مكان. صحيح. ولكن صحيح. بعد التثبت يعني يفترض أن يفتح تحقيق فيها. يمكن أنا هالحين بكرة أروح أشتري بكرة مليونين بثلاث ملايين على أنها فردية وأنا ما أدري عنها. صحيح. تطلع معبود فيها. يطلع معبود فيها أنا مالي ذنب. ولكن أنا أبغى بعد التأكد يصير فيها تحقيق قوي لين يعرفون يحددون الخلل وين. البكرة دي التصادر وصاحبها اللي عابث. لأنك أنت ممكن أنت يا صاحب البكرة ما عبدت فيها ولا أنا المشتري. في ناس بيه. نعم. في ناس ضعوف نعم. نفوس بالضبط. يأخذ له ولو مسؤول أخذ المكسبه ومشوا. أي والله ورط الناس. أنت الفضيحة عليك والمضرة عليك. نعم. فاحنا نبغى الوعي ونبغى يعني إن شاء الله في السنة الجاية والسنين القادمة أنهم يعني تكون العقوبة أشد. صح. أتمنى تصير جنائية قضية تصير جنائية عشان الناس تهابوا خلاص زي ما قلت أنت يا أبو هاني تتصادر النكذة ثبت بعد التحقيق وذا أنه فعلا هو العابث اللي فيها أو أي أحد يتحاسب. صحيح. والنكذة تصادر واللي اشتراها ترجع له فلوسه إذا كان هو مظلوم يعني. فحرام وش ذنب الواحد يا أخي مثلك أنت يا أبو هاني شاريها ملايين في الأخير تبلش فيها يعني ما تجيب لها ممكن لا وسمعة يعني وسمعة قدام عيالك وقدام المجتمع وقدام تعرف يعني السمعة لها. نعم يعطيك العافية أبو هاني. مشاهدين الكرام نروح أنا وياكم فاصل إعلاني ونرجع لكم. الراعي الرسمي للبرنامج رجل الأعمال جزء بن عبيد الأبيض. هذا البرنامج برعاية مخطط درب الحرمين محور استثمار دائم أرض للفرص الواعدة بمواصفات عالمية متكاملة بوابة للحرمين الشريفين وأسرع ما يصل بينهما. مرحبا بكم في درب الحرمين. شركة القصير السعودية لتنظيم المعارض والمهرجانات والاحتفالات الداخلية والدولية من أضخم الشركات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، رائدة في مجال تجهيز المخيمات وتصنيع وتأجير القاعات الأوروبية وتجهيز المناسبات والمعارض والمؤتمرات. تأسست عام 1990 ميلادي بإمكانيات بسيطة حتى أصبحت شركة رائدة في تصنيع وتأجير الخيام الأوروبية. نظمت العديد من الفعاليات الثقافية والمهرجانات والمناسبات الوطنية والأعياد والحفلات العامة والخاصة، وكذلك تجهيز خيام المشاعر المقدسة ومزاين الإبل تحت إشراف إدارة سعودية ذو خبرة وكفاءة عالية. جاتك مياه المدينة، جاتك من مدينة الخير. أفضل هدية لأوفى عملاء، منتج غير، طعم لون غير، ورائحة ونكهة وفوائد غير، وعسلنا غير، وعرضناها ودبلناها اثنين عليك واثنين علينا، والتجربة خير برهان لأن جودتنا غير. للتواصل 055-22-93315. شركة ضايا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامجكم برنامج استديو المهرجان. أبو هاني، السنة هذه شفنا ما شاء الله بداية المهرجان بداية قوية في لون المجاهيم صراحة، يعني وصل المبالغ اللي اشترى اللي دفعت فيها 150 مليون. صحيح. إيش اللي تشوف ما شاء الله هالبداية السنة هذه؟ البداية المجاهيم السنتين اللي راحت كان عندهم شوي ركود. ايه. ولكن دخول أسماء السنة ورجال أعمال كبار، نعم، مثل بن نادر ومثل، فحركوا السوق والمجهم زينها فارض. وزبونها يعني يدفع فيها المجهم، وحركوا ووفقوا بعد بجو طيب ما شاء الله. صحيح، بداية الأمطار وتعادل كان دفها الجو معتدل. طيب الأجواء، خلينا بدنا نجيب طاري الأجواء يا أبو هاني. أنتم يا هل البل لكم أجواء خاصة، الناقة مثلا البرد القارس يأثر عليها؟ الحلال في البرد يتأثر. نعم، البرد القوي. نذكر السنة اللي قبلها البلل الدم من خشومة. نعم صح، من شدة البرد. التوقيت شف يعني طبعا احنا ما، ولكن الإنسان ما ينتهي من طلباته. صح، هي توقيتها يا طول العمر، لو 15-11 ميلادي ممتاز إلى 1-1 حلو تكون هالمدة هذه 45 يوم بدل بدايتها من 1-12. صح، يعني في مجال دخولك بالأجواء المعتدلة الربيعية. صح، اثنين يا طول العمر الحين بالنسبة أول يوم فرز الحلال، وأكثر الضيوف قاعد يجون من مناطق مثل من الرياض واللي يجي من الهرم. يا ليت وأمنيتنا وطلبنا للنادي أن الدخول يبدأ الساعة 10 الصباح. حلو، عشان الناس يمديهم يلحقون. يمدي اللي يمشي الصباح واللي يمشي صلي الفجر واللي يجي. صح، هذا يلحق. نعم، لأن هالحين واجه مشكلة، هالحين تقول لهم مسيرة الساعة 7 الصبح. فإن جاك آخر الليل مشكلة، وإن جاك ما يمدي يعني. صح، حتى لو مشى منك بدري ما يمدي. إحنا نقول نتمنى من النادي يمددون مثل هالحين اللي قاعد يستأجرون النخبة. أي البوابة الذهبية. بوابة اثنين. نعم، بوابة اثنين. ايه؟ قاعد يدخلون الساعة 1 12 إلى 1 إلى كذا يتأخروا. هذه الفي آي بي. ايه؟ ولكن إحنا نقول لازم الكل يعممونها. علشان ضيوفك. تقدر تقول لهم الله يحييكم تجون الساعة 10 الوقت آخر شيء عندكم يعني لو من 10 للوحدة. اي لا الحين الآن وشو إلى الساعة 10 خلاص معك. اي 10 تقفل البوابات. اها، ما يمديك، لازم تمشي منك بدري. اي لازم تمشي بدري، تحرك بدري. 7 من العزبة ضيوفك بعد مشكلة. صح، احنا اقتراحنا يا طول العمر ان طلباتنا ما تخلص من النادي، تحملون الله يبيض وجيه. تحملون، والنادي ما هم مقصرين. ما يقصرون عارفين وموافين. اي والله، احنا دوار الداهنه هذا الاخير. أي نعم، لو يسحبون 10 كيلو ازفلت عن الرقله. فعلا في رقله قويه وحوادث قاعده تصير. نعم، المخيمات الضيافه تصير يمين ويسار. انا الحين جوني ضيوفي اقول لهم امشوا الدوار الثالثه والدوار الاخير بعده مخيم على اليمين او على اليسار. هالحين قاعد يعطونا ارقام، رقم المخيم 60 وبجنبه مخيم رقمه 20 مشكلة. وبعده مخيم رقم 100. لازم احد يطلع عند الدوار عشان لازم احد يطلع. وبعدين حوادث يعني هالحين لو عبدوا طريق سفلت عرض 100 متر حتى للسيده عرض الحلال هالحين. انت الحين موتر ما تقدر تمشي، ما حد يمشي فيها. والله خوف، والله ما حد يمشي. خوف وبطناج. نعم، بطناج. السياره كذا هذا رايح وهذا جاي، مشكله. نعم، فطلبنا من النادي ان تاخير الدخول والدوارات هذه الطريق هذا يعبدون 10 كيلو. صحيح، حتى للبوابات للمدخل بوابه 1 و2 و3 ممكن تكون طرق متقاطعه في حال اللي ما عنده رغبه ينزل. صحيح، سحره. نعم، واللي بسيارته صغيرة يوصل عند البوابة. يوصل عند البوابة. لأن والله للأمانة السيارة الصغيرة ما عاد توصل بعد الدوار الأخير. لا، حوادث قاعدة تصير. حوادث وسيارة ما توصل. صحيح، رقلة وذا يبي لها سيارة بر، ما يبي لها. هذا يجي ماشي. اقتراح للأمانة جميل، واليوم حلقتنا الظاهر 20 ما عمر أحد اقترح الاقتراح يعني. الحمد لله. دايم طلباتهم صعبة، نبي ونبي ونبي ونبي. لا احنا نبي الممكن يعني. نعم، وهذا ممكنة. نعم صحيح أبو هاني، وهذه والله ممكنة. طيب مشاهدين الكرام، نروح أنا وياكم لفقرة الراحلون ونرجع لكم. هذه الفقرة برعاية شركة أشجان نجد لتأجير السيارات.
سعد بن عبيدة البريك الدوسري، سحابة مترعة بالخير والذكر الطيب، شيخ المراجر والوفاء والجود، راعي الفزعان، قريب من الآخرين اجتماعيا ما يجعله محبوبا ومرجعا يقتدى به، أحب الجميع فأحبوه فصارت بصمته تتجلى بين الناس لما يقدمه لهم، ارتبط بالإبل وعشقها فصارت جزءا من حياته، تبادله الوفاء ويبادلها الحب والعطاء حتى باتت عشقا وإلفا فلا يمكن له التخلي عنها أو الابتعاد عن مرابعها ومواطنها، أعطاها الاهتمام فأعطته التميز والتفرد والمراكز المتقدمة في ميادين الإبل. نافس وتحدى بكل ثقة ووصل إلى مبتغاه بكل حب وتقدير وحقق إنجازات أهمها المركز الثالث في المجاهيم لفئة الخمسين في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل فمر قيبة لعام 1431. المركز الثالث في المجاهيم لفئة الخمسين في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل فمر قيبة لعام 1432. المركز الأول في المجاهيم لفئة الخمسين في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل فمر قيبة لعام 1433. ترك سعد بن عبيد أثرا لا يمحى من ذاكرة الأجيال في الإبل وغيرها من مجالات الحياة، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته. حياكم الله مشاهدينا من جديد، شفنا أنا وياكم فقرة الراحلون عن المرحوم سعد بن عبيد البريك الله يرحمه ويتجاوز عنه. أبو هاني، شفنا فقرة الراحلون، إيش رأيك في هالفقرة هذه؟ أول شيء تشكرون أنتم قناة الساحة على هالفكرة، يعني نعتبرها وقفة وفاء مع ناس شاركوا صحيح. وكان لهم دور وكان لهم بصمة بالمهرجانات وبالمسابقات الإبل، والله يرحمه سعد البريك يستاهل، الله يرحمه، يعني بعد قدم وأنجز والله يرحمه صحيح. صحيح. بالعكس هذه فقرتكم صراحة تعتبر قمة بالوفاء، الله يطول عمرك يا أبو. وهذه من الفقرات يا أبو هاني اللي للأمانة لقت الإشادة من الجميع، ذكرناهم بأحبابهم، ذكرناهم في إنجازات أهلهم، ذكرناهم في إنجازات شيبانهم، حتى شافوا الإبل أيام مرقيبة، يوم مهرجان الملك عبد العزيز في مرقيبة، البل تغيرت عن جدا عن تغيرت الحين أبو هاني عن الزينة الحين. متى فكر أبو هاني مثلا في دخول مهرجان الملك عبد العزيز؟ ليش حددت لون الشعل؟ والله طول عمر أنا أخذت مزرعة، المزرعة جابت الهوايات كلها ما شاء الله. أي أول ما أخذت يجوني رابع تخبر يبون منايح ويبون حليب، أي شريت مقاتير ما أطلعت أتمشى لجو ضيوف، كانت عندي المزرعة منتجة وكان عندي هوايات، حاط فيها غزلان وحاط فيها نعام وحاط فيها خيل وحاط فيها يعني جميع أنواع الحيوانات وغنم وكذا، فأطلع أتمشى. الحلال سبحان الله يعرف صاحبه، وأحيانا تصير كيمياء بينك وبين ناقة أو أي شيء أي نعم. فكانت عندي باكرة صغيرة انتاج عندنا، طالع مشي اثنين
أنا بعلم هذه راح تكون ضدي ولكن عاد لا ما عليه أبو هاني. فنطلع نتمشى نجي ليجينا نعطيها خبز وتجينا البكرة وتلعب وكذا. فقاعد أتكلم للرجال، الرجال مدير بنك وحضري ما يعرف في الأمور ذي، فقاعد أقول له البكرة هذه طيبة والبكرة ذي فيها، أنا أمدح طبعها و... حلو. في بجنبه واحد طالع وسواله كذا يعني إن البكرة ذي عادية. فيوم عرفنا بالفعل هي كانت يعني بالعادية يعني، ولكن أنا حزت بنفسي وصار عندي رغبة إني أقتني إبل طيبة عشان اللي تمشيت أستانس لجو ضيوفي اللي تمشينا. أنا ما كانت الفكرة المشاركة مبدئيا يعني، اقتناء فقط. اقتناء شيء جميل، أحب أنا الجمال، أحب الأشياء اللي تكون عندي تكون مميزة. أنت مميز دائما أبو هاني. الله يسلمك. فقمت استشير، قالوا الوضعها الحين صعبة وطلابها كثير والصفرة صعبة والمدري إيش، قدامك الحمرة أو أشعلها. أشعلها نار بعد يا أبو هاني. فأشعلها يا طويل العمر حطيتها هدف، أدخل على اليوتيوب وأدخل على هذا. ف صدفة في عندي قحطاني أخو لي ورفيق وعزيز علي شافي بن حصين. أيوة نعم معروف. رايح هو حول قرية، كان ضايف عند جمل بن شري راعي الشعلة المعروف أبو ناصر. أبو ناصر. وأبو ناصر كان مع معزبة الأمير عبدالعزيز بن فهد ومو فاضي للبل. فمدري كيف جاءت التواصل بين أبو ظافر وبين أبو ناصر. قالوا البل، قال يا ولد دبر البل وبعها. وكانت المغارة من أفضل سلالات الشعل. نعم ما في شك، أشهد بالله. كان عددها حول 60، أخذنا عيونه، إن أخذنا منها أسسنا منقية 30 عشان أساس منقيتي اللي هي مغارة. أها أثريها أساس. البنية التحتية، البنية التحتية عندك رهيبة صراحة. هي الحمد لله بالشرع. وبدأنا نطور، وأخذت العرفة وأخذت سراب. هذه نقلة كانت يعني مثل ما تقول نوعية. نوعية. نعم. أول مشاركة لك أبو بهاني العام هي ولا؟ لا قبل العام. قبل العام. اللي هي ثاني نسخة. النسخة الثالثة. نسخة الثالثة. نعم. طيب العرفة كيف اشتريتها؟ ما شاء الله هالفردية كيف فرطوا فيها أهل المنقيات اللي يشاركون الآن؟ أنا شريت الشعل على فكرة وقت ما في مزاينات، أم رقيبة شبه توقفت. والنادي ما كان معلن ان في نادي وابل وكذا. والعرفه مشتريها ذيك الايام؟ هذيك الايام كان في ركود، وكانت اسعار الحلال يعني وقتها يعني متناول الجميع. صحيح. فانا جيت عند ابن عويفي كان ماخذها من الامير سلطان بن محمد. الله اكبر. واخذتها وقتها العرفه وسراب ب 6 مليون، يعني البكره ب 3 مليون، تعتبر وقتها صفقه كبيره. عجل الله صدقت. اي والحمد لله وفقنا فيها. تستاهل ما شاء الله. الحمد لله. انجازات العرفه السنين اللي راحت وش هي ابو هاني؟ المشاهد العرفه شاركت اول سنه اخذت المركز الثاني. حلو. العام اخذت المركز الثالث. ما شاء الله تبارك. السنه باذن الله رغبتها ما تاخذ ثاني وثالث، رغبتها ترى رغبه العرفه ما في شك تبي الاول. يعني رغبتها ما تبي ثاني وثالث، والله يوفقك. ليش تاخرت العام؟ العام يا طويل العمر كنت انا مستلم دبرتها. والجلات لها دور ابو هاني. وكنت حاطه عندي في المزرعه. كنت اكرمها واجيب لها خلطات وعلف خاص واكرمها زياده. حلو. وطول القيض تعرف الحلال في القيض يردم باللحم وكذا. فيوم جينا نبي نرجعها الاستعداد للمزاين عجزنا. دخلنا وكنت انا اللي اتحمل مسؤوليتها. ولكن السنه لله الحمد اشتغلنا على ترتيبها من بدري ما شاء الله. وبشرك جاهزه، ونوعد ان شاء الله جمهورنا ومحبينها بكره راح تقدم عرض ان شاء الله انها تسرهم ان شاء الله. موقع مسيرتكم بكره من وين تبدا؟ احنا غرب بواب الثلاثه 5 كيلو. 5 كيلو غرب بواب الثلاثه. طيب وش يقول حي الجميع جماهير العرفه ومحبينها؟ وش يقول في ظل جائحه كورونا الجماهير والناس مرتاده المهرجان الملك عبد العزيز ابو هاني؟ والله يا ابو بدر احنا الله يسلمك الغينا الحفل المقرر، ولكن المسيرات تعرف أماكن مفتوحة. صح. ندعي الجميع التوخي وأخذ الحيطة والحذر بلبس الكمام والتباعد. بيض الله وجهك يا أبو هاني. طيب مشاهدين الكرام، نشوف أنا وياكم عرض الفائز في حلقتنا السابقة ونرجع لكم. Help, 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 help,
ألف مبروك للفائز معنا في مسابقة تويتر. على الفائز التواصل مع قناة الساحة في حسابها في التويتر. طيب نروح وياكم مشاهدين الكرام الفاصل ونشوف تقرير الطقس ونرجع. الراعي الرسمي للبرنامج رجل الأعمال جزء بن عبيد الأبيض. هذا البرنامج برعاية شركة إتقان العقارية، رجل الأعمال خالد بن علي الثعلي، شركة أشجان نجد لتأجير السيارات، شركة ومصنع القصير السعودية المحدودة، مصنع شركة محمل المدينة للمياه المعبأة، شركة عبد الهادي بن شجاع للمقاولات، أسير الطبيعة للتجارة، شركة ضايا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. بعد ما شفنا أنا وياكم تقرير الطقس أبو هاني، حنا انتهت حلقتنا. شرفتنا اليوم على المستوى الشخصي ومرحبا بك في استديو المهرجان وفي قناة الساحة، أثريتنا وأثريت مشاهدين هالبرنامج. كلمة أخيرة يا أبو هاني. أول شيء أنا سعيد أخوي فراج أبو بدر، الله يطول عمرك ويحييك أبو لقائك، وأتمنى من محبين قناة الساحة وجماهيرها يتحملون على سعة صدرهم. خاف يعني لا ما جاء من كنا ثقيلين عليهم، لا والله إلا بالعكس، ولكن هذا اللي عندنا ومساهمة مع أخواننا، ونطلب حنا الدعم والتطوير بإذن الله. وأنتم عزيزين ومن متابعينكم. الله يطول عمرك، هذا يزودني شرف يا أبو هاني. وش توعد جمهورك إن شاء الله في السنين المقبلة يا أبو هاني؟ أنا أوعد جمهوري بإذن الله إن شاء الله خلال السنين القادمة أن نطور كل سنة إلى الأفضل. نشوف أبو هاني في ألوان ثانية غير الشعل، وكل شيء جائز. كل شيء جائز، نعم. زين، اللي أقوله لك تمس على خير يا أبو هاني. تسلم. نشوفك إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله، ومبارك لك إن شاء الله غدا بالعرفة إن شاء الله والفاخرة بإذن الله يا أبو لنا هاني. الشرف، والله يبارك فيك يا أبو بدر. طيب الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. تمسوا على ألف خير.